المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائل التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء، والبداية بقراءة هذا البيان الذي وصلنا من القيادة العامة للقوات المسلحة التادية. القيادة العامة للقوات المسلحة التادية تخطر الرأيين الوطني والدولي بأن القوات التادية المرابطة في الحدود مع دولة ليبيا اشتبكت مع مجموعة من قطاع الطرق ومهربي المخدرات في 18 أغسطس 2017. كما أن القيادة العامة للقوات المسلحة التادية تؤكد بأن الأوضاع تحت سيطرة القوات المسلحة التادية. الناطق الرسمي باسم القيادة العامة: استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وفداً ليبياً يمثل أعيان القبائل الليبية. الوفد ناقش مع رئيس الجمهورية الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وطرق تسويتها داخل البيت الأفريقي بعيداً عن التدخلات الخارجية. رشاد حسن طه. بغرض البحث عن حل وتسوية للأزمة الليبية، جاءت مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو للوفد الليبي الذي يمثل أعيان القبائل والمدن الليبية بجميع أطيافها. الوفد الذي يترأسه السيد حسن المبروك يونس تباحث مع فخامة رئيس الجمهورية عن العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الليبية الراهنة وطرق إيجاد حلول لها وسط التقلبات الأمنية التي تشهدها الساحة الليبية، بالإضافة إلى البحث عن آلية تفاهم تسمح للليبيين العيش في أمن واستقرار دائم. نحن في ليبيا كل القبائل وكل المشايخ تعول على هذا اللقاء، لأن السيد فخامة الرئيس الدرزبي من القادة العظماء في أفريقيا الذي يعول عليهم في حل المشكلة الليبي والوصول بليبيا إلى بر الأمان وإخراجها من هذا النفق المظلم على يد أفريقية وقيادة أفريقية خارج كل الترتيبات الأوروبية والغربية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو قال إن الوضع في ليبيا يتطلب جهود مختلف الأطراف للجلوس في طاولة حوار شاملة لجميع الأطراف المتنازعة للبحث عن حلول تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحل كل الخلافات وتؤمن ليبيا. كما طلب من الأعيان القيام بتوعية شاملة ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي. المقابلة التي حضرها مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والمستشار الخاص المكلف بالأمن شرح فيها الوفد دوره وجهوده التي يبذلها من أجل حل الأزمة والبحث عن حل إفريقي للأزمة بليبيا بعيدا عن التدخلات الغربية. كما أكد الوفد عن وضع ثقته التامة على فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وتسليمه ملف حل الأزمة الليبية لتقديمها للقادة الأفارقة. والله هذا اللقاء لقاء مبشر الخير، وهناك ترتيبات على أن الملف الليبي سيتداول من خلال الاتحاد الأفريقي، وهناك ثقة كبيرة من جميع المشايخ أن الاتحاد الأفريقي عن طريق فخامة الرئيس إدريس دبي سيصل بحل بإذن الله تعالى في أقرب الأوقات لإنقاذ ليبيا مما هي فيه. يذكر بأن الأزمة الليبية أخذت منعطفا طائفيا وقبليا، ومن أجل حلها فقد تدخلت مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار، لكن حتى اللحظة لا زالت الأوضاع في الساحة الليبية معقدة، رغم أن الفرقاء الليبيين يسعون لفض النزاع والبحث عن الأمن والاستقرار في تلك الدولة التي عانت كثيرا منذ اندلاع الحرب التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011. بدعوة من نائب الرئيس السوداني حسن بكر صالح، وصل اليوم رئيس الحكومة بايمي باداكالبير للعاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عمل وصدقة. رئيس الحكومة وخلال إقامته بالسودان يجري العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين. خالد موسى الحاج. حل رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير ضيفا على العاصمة السودانية الخرطوم ضمن زيارة عمل وصدقة. رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير الذي كان برفقته وفد يضم وزراء كان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن، الذي كان محاطا هو الآخر بعدد من المسؤولين السودانيين. كما كان في الاستقبال أعضاء البعثة الدبلوماسية التشادية بالسودان وبعض أفراد الجالية التشادية المقيمة في السودان. استقبال رسمي وحار خصصته العاصمة السودانية الخرطوم للضيف الزائر باهيمي باداكالبير وفق ما تقتضيه التقاليد ومراسم الاستقبال الرسمية.
وبعد استراحة قصيرة بإصالة كبار الزوار، تبادلا خلالها الطرفان الحديث حول سبل تعزيز علاقات التعاون والقضايا محل الاهتمام المشترك. غادر رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير مطار الخرطوم الدولي متوجها إلى فندق كورينثيا الخرطوم. زيارة رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير إلى العاصمة السودانية الخرطوم جاءت تلبية للدعوة التي وجهها له نائب الرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمن، وستشتمل الزيارة على لقاءات وزيارات، كما ستسمح بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتشاور حول المسائل والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل ترسيخ التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وعند وصول الوفد التشادي، حيث عقد وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر لقاء عمل مع وزير الدولة في وزارة الخارجية عطا المنا بخيت، فعما جاء في الاجتماع نتابع التصريحات التالية للوزيرين. هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للجانب التشادي، لأنها تأتي في إطار تعميق وتعزيز العلاقات الأخوية والمتنامية بين الدولتين الجارتين والشقيقتين، وهي علاقة كما تعلمون متميزة جدا. زيارة رئيس الوزراء تأتي بعد مجموعة برامج ناجحة تمت في التعاون بين تشاد والسودان، منها القوات المشتركة، منها التنسيق السياسي العميق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية. ولكن أهمية هذه الزيارة أنها ستتيح للسيد رئيس الوزراء الاطلاع على إمكانات السودان الاقتصادية الكبيرة جدا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تشاد والسودان. كما تعلمون الآن جمهورية تشاد تستخدم جزء من ميناء بورسودان، وهنالك تعاون اقتصادي متنامي. نتمنى أنه في هذه الزيارة نشهد مزيد من العقود بين رجال الأعمال التشاديين والسودانيين، ونشهد علاقة تتمدد في بعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتعبر عن العلاقات التاريخية بين البلدين. هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة قدمت له من طرف نائب رئيس جمهورية السودان. العلاقة التشادية السودانية علاقة أزلية تاريخية معززة، وجاء رئيس الوزراء ليعزز ويدعم هذه العلاقة في جميع المجالات، وإن شاء الله من خلال هذه الزيارة يمكن أن نبرم اتفاقيات في المجال الأمني، في المجال التجاري، وفي جميع المجالات. إذن هذه الزيارة زيارة تدل على أن العلاقة بين تشاد والسودان علاقة متينة تاريخية أزلية، ولا بد أن نعززها دائما وأبدا. قدم اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموية حديثا صحفيا تحدث فيه عن الإجراءات الجارية لانعقاد الطاولة المستديرة بباريس، وأكد الوزير بأن الطاولة تعتبر فرصة للمستثمرين الدوليين. التابل روند ده يعني جاي من استراتيجي من بوليتيك الحكومة كونها. ففي الاستراتيجي ده يعني رئيس فخامة الرئيس قام قال بخطة الدوكيمان البنادوة فيزيون 2030 لو تشاد كو نو فولون. يعني في الدوكيمان ده يعني نكونو فوق استراتيجي هنا ديفلوبمون هنا في العشر وخمسة سنة. فيزيون 2030 ده يعني دوكيمان آخري بتن ماشي فوق، ودوكيمان ده الأول منا بلان ناسيونال دو ديفلوبمون 2017-2021. الدوكيمان دول ده كله كي يعني دوكيمان هنا البيبل تشاديا، هنا البيبل تشاديا عشان هو في لوبا الدوكيمان ده بيشيل بوليتيك الرئيس حتى الإيدي ده من بدأ في الجانفية 2015 الرئيس خطة كوميتي ده دل مشى في تشاد ده كله كي. أي نفر
أي سنسبيليتي كل كي الكوميتي ده مشى اللي جاء وياتو كلا أنت فكرانو في الديفلوبمان هنا تشاد في العشر وخمس سنة ده وخلاص فكر هنا ناس ده كل كي عن لما وحكومة سوا فوق الدوكيماتين عنده هو دوكيمات يعني نقوله دوكيمات هنا تشاد هنا تشاد عشان في اللب داخل ده يحج في الديفلوبمان وفي المال في اي شيء الشات عنده البقدر بيسي يودي يمشي ديفلوبمان حقه